هي صورة قاتمة بكل معنيها تعكس واقعا مأساويا لوضع اجتماعي قاهر يندله الجبين. إنها قصة عم أحمد الذي يعيش بمفرده داخل هذا الكوخ الهش بدوار غزالة بأعلي بلدية السبت ولاية سكيكدا، وقد نهش المرض جسده بينما هكذا يومياته البائسة. يعني مريضة مضرور بالجافة مضرورة الدنيا يرحم والديكم ودفنوني يرحم والديكم ويعيشكم إن شاء الله. ما نحتاج حتى شيء، حق ناسي الضيق حوالي تونس، ونكون يا واحد واحد يقعد معايا نقولوا مثل كما هكا يهضر معايا كذا، وبس هكا يقعد بكاش العبر الضيق حوالي عندي في شعبي كل شيء. عداتي ضربتني عملون راش طوبي اليمنين وعدا ضربت اليسرين، دوكا تحكمني هذيك رجعت تحكمني. ها نقول لك عدوني وحكموني، يعني ما كنتش نحكم روحي وحكموني، يعني لهذا ربي يعني راح نموت. انا قلت لهم حطوني حطوني كل يرحم والديكم، حطوني في بلاصه وشاهدوني اخوتي يرحم والديكم، انا في الموت يعني بولاد روحي ويكرابي يتقعروا من الله وراسية مكرابي يتقعروا من الله لو كان انا نموت وحدي والله يا الدنيا للطبيب لما تشمت ولا عشت عشرة يعني مضرورة. اطلب انا اقول للطبيب وهلا اذا ارتحت رحت لها مت ثاني مت ما اطلب حتى شيء، نطلب ربي العالمين ربي يعفوينا وخلا المؤمنين. أفراد الحماية المدنية والمنظمة الوطنية لحماية الطفولة والشباب الكل تجند من أجل إنقاذ حياة عم أحمد ليتم تحويله إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى محمد دندان بعزب للتكفل به طبيا بعد أن تدهورت حالته الصحية. وما عندوش أولاد مش متزوج، سمع ذوك تشاصلوا بينا حد يعني مش مسيروسنا، نطلبوا من السلطات تسهلنا الإجراءات بيه يعدي على السبيطار ويروح لدار العجزاء إن شاء الله. جينا الحماية المدنية إن شاء الله نزيدو نديوه للسبيطار تاع عزابة نشوفو، وملتم ديرو إجراءات بربي إن شاء الله باش نديوه لدار العجزاء. العم أحمد طاعن في السن مقعد على فراش الحرمان يعيش ما تبقى من عمره ومنذ سنوات انقضت داخل كوخه الذي يفتقر لأبسط ضروريات الحياة الكريمة، فمتى وأمثال عم أحمد يعانون في صمت؟